اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكر الله عز وجل على هذا الانتصار هذا وتاهل نصف النهائي لاول مره في تاريخ منتخب افريقي وعربي. وكنبغي نوجه رساله الشكر لكاع اللعابه والستاف والجامعه، وكنبغي نشكرهم على هذه الروح القتاليه وجاو صراحه التاريخ، والله الا التاريخ. وكنبغي نشكر هذا الجمهور المغربي كل اللي حضر في قطر ولا اللي كاين هنا، شكرا بزاف وديما بغريب وديما بغريب. شكرا شكرا للمنتخب، شكرا للمنتخب المغربي، شكرا للاعبين، شكرا لوليد الركراكي. نعم قالها، قال لك بالنهايه نقدروا نوصلوا. شكرا، فرحت هذا الشعب. هذا الانتصار والتاهل لنصف النهائي كاس العالم كنهدوه الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهذا الشعب الحمد لله احنا بينا للعالم كمغاربه نقدروا نوصلوا. نعم المنتخب المغربي في نصف النهاية، ما بقاش حلم، حنا في نصف نهاية كأس العالم. وشكرا للاعبين والباقي أفضل إن شاء الله. أنا فرحان بانتصار المنتخب الوطني، المقابلة الدائية كانت مقابلة رائعة، طلعنا ديك الأعصاب ديالنا وهادشي كيفرح البلاد بزاف، كيفرح جميع العرب الدول العربية وديما المغرب. وعاش الملك وديما المغرب وللملك كأس العالم إن شاء الله. صراحة ما الزوين والدوين كانوا في قمة الأداء وعجبونا تبارك الله. والتحية كبيرة لوالد الركراكي واليميق ديالنا، توا دور كبير وكنتبع كريستيانو يمشي ينعس راه كبر في العمر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.